السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من التيار الكهربائي الوحدة 3 في هذا العام والوحدة 16 بالعام الماضي. المحتوى العلمي لم يتغير. القسم 1 التيار الكهربائي والدوائر الكهربائية حياخدوا 12 عام و 12 متقدم. إذا بدك تدور في مدونتي دور بأسماء الوحدات وليس بأرقامها. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات. ردد شعار المثابرة. أقرأ أفهم أحفظ وطبق. مفتاح النجاح في إيدك بعون الله. المقاومة. يقول خالد إذا نظرنا للمعادلة التالية وقمنا بزيادة الفولتية فستزداد المقاومة. فهل خالد محق؟ فسر ذلك. أول خطوة حتعملها حتكتب المعادلة هذه وتتذكر أنه R تساوي دلتا في على I في الدائرة الواحدة ويساوي لثابت. يعني إذا كان فرق الجهد 12 والتيار واحد حتكون المقاومة 12. إذا كان فرق الجهد 24 والتيار 2 أمبير حتكون المقاومة 12. إذا كان فرق الجهد 36 والتيار 3 المقاومة 12. يعني إذا حطينا المقاومة 12 في دائرة فرق جهدها 2 فولت حيمر 1 أمبير. إذا حطينا المقاومة 12 في دائرة فرق جهدها 24 فولت حيمر فيها 2 أمبير. إذا حطينا المقاومة 12 أوم في دائرة فرق جهدها 36 فولت حيمر فيها 3 أمبير. إذن لا تعتمد المقاومة على الجهاز، فعند زيادة فرق الجهد التيار سوف يزداد وتبقى النسبة ثابتة وهي قيمة المقاومة. وفي رعاية الله لا تنسونا من الدعاء.